تحية للجميع مع بداية حلقة الليلة من يوميات الطلاب يلي بعدهم عم بيستمتعوا بعطلة خارج الأكاديمية بعيداً عن التوتر والخوف والتحضيرات. لكن إذا فكروا حالهم خلصوا من درة فأكيد غلطانين، هي حاضرة دايماً لا تنزع اللحظات الحلوة. درة مش متقبلة قصة عدم وجود تسميات، ما قدرت تترك الطلاب بحالهم وأصرت إن هي توعيهم على طريقتها. صحيح بلش نهار طلابنا الأعزاء بشبه كبوس، إنما أفطار شهي كان بانتظارهم حتى يبدو نهارهم الطويل. وعدنا الست الحنونة الحبيبة درة، أصلاً هاي الجمعة حابينها نحن لأنه ما في نومينيشن، فحسينا هيك قريبة منا ومثل أمنا يعني. بس جمعة الجاية شوف شو حنعمل فيها. يعني أنا هربت منها في الأكاديمية اللي هي جاية ورايا هنا، مش فاهمة أروح منها فين تاني بصراحة. صراحة أنا اليوم صبحت صباح جدا حلو، يعني مش أقولكم بس صبحت على أجمل امرأة في العالم، يعني شعرها وفستانها وعيونها صراحة حبيت تجنن صراحة. دردر حبيبة قلبي هي اللي خلتني نومني الأسبوع اللي فات. أسمر وطاوير وحلم، لا عاد اشوف وجهك حبيبتي. اوعدك اني لما اجيب بنت اسميها درة، بس بليز ما تقوليش اسمي، يعني بليز ما تقوليش اسمي بليز. قلبي صار هيك ددل لما شفت درة. وشو عم تعمل هون؟ خلاص احنا عرفنا عن جد. بس بدي انصح درة انه تفوت عند فيكتور كريستيون يزبط لها شعراته وميك اب، لانه عن جد جنن. واو ما شاء الله. هذه غريبه صراحه. ايوان شوف هذا كانه بني ادم وقسما بالله عن جد. شوفي هون بليز نو في اشكال كثير والله. انتم مش شايفين الطلاب اندهشوا بسحر المكان لدرجه ضيعوا زميلهم محمود. محمود وينك يا محمود؟ محمود سألت نفسي كتير مرسيت شي يوم على بار. بعد عملية بحث وتحري وجد صديقنا محمود وكان الاحتفال. جو حبيبي انت فين يا عم؟ وين كنت؟ يا عم انا ماشي ببص لقيت نفسي لوحدي ودخلت جوا شجره وحاجات غريبه كده. يا عم طب براحتك تعال هنغني اغنيه. اخيرا رجعنا يا جماعه. امشي لوحدي ليه كل وقت؟ تقعد فين انت؟ تحت فين؟ انا ماشي معاكم. انتوا اللي عملنا لك ست عام. ماشي بالجيتار. انا ماشي بالجيتار بعد كده لقيت نفسي لوحدي. إنك تكون موجود بمنطقة الأرز لابد من زيارة متحف جبران خليل جبران للتعرف أكثر على شخصية هالإنسان اللي كتب كتابه العالمي بعنوان النبي. حالياً إحنا بالغرفة الثانية بمتحف جبران. هيدا الغرفة اللي فيها نبعة المي. هيدا الموقع كان دير قبل ما يكون متحف لجبران خليل جبران. إطلاق تسمية ينبوع النبي فيها خلفية
لأنه جبران عنده كتاب مشهور بالعالم ومن خلاله كل العالم تعرف على جبران اسمه The Prophet النبي. المنطقة اللي انت فيها هيدي أغنى منطقة بلبنان بالمي. هيدي المي جاي بيقولوا from the spring يعني من جبال الأرز العالية جاي أكيد بلوب التلج وبيعطي مي. هيدي المي ما بنعرف يعني مصدرها وين، بنعرف الموقع اللي تقريبا هالمي جاي منه اللي هي الأرز، منطقة الأرز. كان أحلى يومين قضيناهم من أول ما جينا الأكاديمية وشفنا مناظر حلوة في اليومين دول. توجه الشباب والصبايا إلى المتحف وقاموا بزيارة مميزة اطلعوا فيها على تاريخ وأعمال جبران خليل جبران. بحبك يا لبنان يا وطني، بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك. انبسطنا صراحة بهاليومين، كانت طلعة رائعة جدا، بس خلاص الحين راجعين للأكاديمية اللي هو بيتنا عشان نكمل مشوار اللي حنا جايين عشانه. رح نتوقف مشاهدينا مع أول بريك ومنتابع بعده كل نشاطات الطلاب. من بعد غابة الأرز ومتحف الأديب اللبناني جبران خليل جبران رجعوا الشباب على الأكاديمية لحياتهم اليومية، لكن أكيد حاملين معهم ذكريات حلوة كتير. بعد يوم حافل بالنشاطات لابد من العودة إلى الأكاديمية. ويك أند من العمر قضوا الشباب والصبايا بجبال لبنان وتمتعوا بطبيعته خلال فصل الشتاء. طلابنا الأعزاء ناطرين منكم إنجازات غير شكل بعد استراحة المحارب يلي استحقيتوها. عودة إلى أرض المعركة. يا الله سبع شعرات ايه الحبة اللي انا فيه وكلهم 17 حبة بنات نظبط حاجتنا اوكي؟ ايه؟ نظبط حاجتنا الاول؟ اوه يا ريت مش مشكلة كلها نص ساعة بليز نعمل ايه؟ عشان بليز نظبط حاجتنا مش قادرة ابص خليهم انا كده بعدين زينب ميرسي ميرسي بوكو ايش؟ قول دوغيان قول دوغيان مين؟ دوغيان ما تنسوا مشاهدينا أنه فيكم تتواصلوا دايماً مع الطلاب عبر www.starakarabia.com. الطلاب كان عليهم تأليف وتلحين أغنية، الفريق الأول كان عبد الله جان ورنا، والفريق الثاني كان زينب سكينة ومحمود. لحظة مدة في صح؟ ألف قطب تنسينا جروحنا وألمنا جروحنا لا جروح هذه لا نسي نتوكل على أيامنا نسينا كل أوجاعنا تنسينا كل أوجاعنا أيامنا أوجاعنا تنسينا كل أوجاعنا وكل رحلة نسينا كل أوجاعنا وعدنا نقرب خلاص ما وعدنا نقرب نعيش الماضي اكتب لوحدي يعني عادي ايوه عادي فكرنا باحلى ايامنا سكينة اجي لهنا ومهما نبعد تقربنا اجي ما ندير والو انتم ناعسين ايوه مهما نبعد تقربنا مش عم يجي شيء على راسي لا لا حيجي على راسنا ما عليك فكرة ولا فكرة نفكر مع بعض دلوقتي على راسي انا مش او مهما بتنشغل في حياتك قاعد افكر بشيء زي كده انت اكيد ادرى مني في الموضوع غني أم كلثوم كل مقطع كل مقطع غنية بعيوننا مثلا تذكرنا فكرنا خليها تذكرنا استنى بس لو ما دقتش الفشل عمرك ما هتحسي بالنعم حاجه دي حلو بس يس ما بعرفش اكتب عربي تسوي فيها حاجه خد ده اكتب منه حاجه كل حاجه وليها ذكرى حلوه في قلوبنا كل ضحكه وكل دمعه كانت ساكنه في عيوننا بتفكرنا باحلى ايامنا بتنسينا كل اوجاعنا ومهما نبعد تقربنا نعيد اوجات تجمعنا مش طبقات فوق ومن الاخر
باب مغطيه مغطيه. كل يوم هنبدا الاغنيه كده على طول. امال هنقول ايه جوه؟ ما في الاول هنقول كده في الاول جوه هنقول ايه؟ دقيقه. طيب دقيقه. بس في شيء مكسور. عندك كل حاجه ذكرى. ذكرى حلوه مش عارفه بس ذكرى ليه؟ ايه ذكرى حلوه كيف تكفيها؟ ذكرى حلوه ما بدك ريقه بدك هيك هديه نغنيها هيك بلا شيء. طب دحين نشوف لها دقيقه. عايزين نبدا بس كده على الهادي وبعد كده احنا عايزين الاول تبقى ريتميك ما تبقاش حاجه نايمه. كل ضحكة وكل دمعة ساكنة في عيوننا. كل ضحكة وكل دمعة كانت ساكنة في عيوننا. كانت ساكنة شفت كيف كانت ساكنة في عيوننا. كل حاجة وليها ذكرى حلوة في قلوبنا. كل ضحكة وكل دمعة كانت ساكنة في رجعنا للأكاديمية يعني رجعنا للمشاكل والاختلاف بوجهات النظر وهالمرة بين محمود وسكينة. سكينة بسرعة. ما عندي سؤال. ما عندك سؤال يلا. خلاص يا محمود اسأل زينة. مش هقدر أتعلق على أسئلة بس. ممكن محمود يسأل زينة. شغلتها إنها تتعلق على أسئلة. ممكن أعطي السؤال لمحمود. يلا محمود خذ سؤال سكينة وأسأل زينب. أيوه. أسئلة كثيرة زينب عندي. حبيبي. بعد المخنة اللي بصورتك. شوف يا زينب يلا كم مره من اول ما دخلنا الاكاديميه فكرت ان انت ممكن تفشكلي علاقتك باحمد؟ ولا مره في حياتي مع اني حسيت ان كل يوم بتفكري نفس التفكير. ها انت ايه عايز ايه؟ ها جيب لي الاخر صعايده مع بعض يا عم وبلاش صعايده على فكره احمد حبيبي وبلاش عاكسني بعد كده ماشي اوكي انت ماشي يلا حركتك قدام الكاميرا احمد هيقتلك بس سايك سؤال عادي بس اذا عرفت مرة انت مرة مصر هيرسلك هيبعت لك خد بالك لما قفلت لما كان قافل موبايله ممكن دي لما كان قافل موبايله محمود 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 على فكره البتاع ده انا عمري ما قلت مش حلو محمود انا عمري ما قلت اني مش كده محمود بكلمك زينب زينب ستوبلي ستوبلي عدى حوالي شهر محمود الحركه دي عارفه الحركه دي ما تعيدها عارفه الحركه دي بحياتك ما تعيدها محمود بحياتك ما تعيدها انت عارفه ان انت عارفه ان انا بحياتك ما تعيدها بحياتي واحنا يعني انا احنا عندنا قله ادب هيدي قله ادب وانت عارفه ان قله الادب وانا بتكلم معاها سؤالي قله ادب يا محمود انت مغنيه عارفه دي قله ادب خلاص صلي على النبي انت عارفه ان انا بسال معاها بتكلم معاها في فطار قالت سعيد قلت دايما تيري تيري وانا بتكلم دلوقتي بديل طبعا مش انا عملت لك اسكتي عشان اكمل الكلام اوكي قول لي سكينة اسكتي بس ما تمديش لي خلاص خلاص ما تعيدها بس ما تعيدها انا عشان ذوق مش هرد عليك عشان محترم لا ما يعيدها ما يعيدها عشان محترم مش عارف صوتي ابدا عشان محترم مش عارف صوتي زي ما انت ابدا ما يعيدها انا عايزه اعرف عشان ابن ناس ومتربي في بيتي مش عارف صوتي زي ما انت عارف صوتي انا كمان متربيه في بيتي حبيبي عندي اهل مش معنى صلى على النبي عندي اهل على النبي صلى على سكينة الحركه اللي عملتها دي مش حلوه ان انا بتكلم سؤالي دلوقتي انا بسال سؤالي وانت بتغني في وسط سؤالي شنو واحد يدلك هكا عنا عيب يعني دي عيب والعيب لما اكون بتكلم دلوقتي سؤالي دلوقتي بسالك بتقولي سكينة طوشيني سكينة اسكتي خلاص عايزه انت معايا انا طب انا بتكلم هي قصدي تقطع الحوار يا جماعه انت سالتيني وانا بتعلق عليك وانت ما عجبكش الرد اصلا عندكم صلى على النبي ممكن انت لو قبلتي حاجه عشان خالد ما بتعرفش على النبي صلى على النبي خلاص صلى على النبي كل شيء انا عملت كده انا صلى على النبي لا افكر يا انت فظيعه يلا يلا انا وصلي انا مش هلعب معاكم يلا سكينة اسالي زينب شويك راح يعطيني الكف سكينة اسالي زينب ما عجبوش ردي اصلا لا والله وعلى اساس ان كلامك كان كويس يا سكينة بليز محمود بليز خلاص كلامك كان كويس دلوقتي لا لا احنا تعالي عبد الله خلاص عدوا مش عايزه بس صدمتيني يا معلم على فكره صدمه انا 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 قاعد بتكلم وكل ما اجي بتكلم بتروح داخله في الحوار وبتعلق بتعليق مش كويس وجد دلوقتي بتغني في وسط كلامي ولما اجي اقول لها اسكتي او اعمل حركه بحيث تسكت من غير ما احرجها بتزعق وبتقول لي في حياتك ما تعملش كده وكان اللي قاعد جنبيها ده مش ما عندوش كرامه وكان اللي قاعد جنبيها ما عندوش كرامه بتزعق معايا قدامي وكل ده عشان قلت لها اسكتي شويه عشان انا بتكلم البتاع جت عليا ولازم اسال سؤال بتدخلني في وسط الكلام انت سالتني وانا رديت لا انا بكمل سؤالي انت سالتني وانا رديت عليك وانت
رضيت مكاني بحاجه انت قلتي بني سويف واسيوط بتعرف بكمل كلام صح؟ انت اصلا انا سعيد ليه؟ ركبي دماغي دماغي علق. انت ليه؟ انا عمري قلت لك اني مش قادره اكمل مع احمد؟ طب هو ده سؤال عادي يا جماعه. انا عمري قلت لكم اني مش قادره اكمل مع احمد يا بنات؟ انت ليه ترد مكاني؟ سؤال ده انت ليه ترد مكاني؟ انا ما رديتش لما كمل سؤالي يا ماما. اقسم بالله انت ليه رديت مكاني؟ انا قلت لك اني ولا عمري مره في حياتي فكرت اني اسيبه. انت ليه ترد مكاني؟ عايز ايه؟ يعني ارد مكانك؟ جاوبت مكاني. انا جاوبت؟ يس. انا كنت بس ليه ما عجبكش الرد بتاعي؟ انا كنت بس بقول لك انا حسيت ان في فتره الموبايل بتاعه كان قافل. عادي انا عمري ما قلت اني مش قادره اكمل مع احمد. كنت بحكي كل يوم عشان ما يردش عليا. طب انا بس سؤال عادي يعني سؤال ضيق بس ده كده عيب على فكره عندنا في المغرب. اللي هو ايه السؤال؟ لا انك تعمل لا لا انت فتحت دلوقتي بتقول سؤال مش حلو. يس لا 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 عادي بالعكس سؤال عادي يعني. يس طبعا رديت. طب الحمد لله انا افتكرت السؤال ده. بس هيك الحركه دي عندنا عيب في المغرب. بريك صغير مشاهدينا بنرجع بعده لاخبار الطلاب. عودة لمتابعة يوميات طلاب الأكاديمية يلي بيخترعوا ألعاب حتى يمضوا الوقت ويتسلوا مع بعضهم. فوقت اللعب الكل بيتحمس وبيعطي من قلبه. يلا كل واحد أعطيه لون ولا كل واحد؟ لا كل واحد آخر ورقة يتفرق. لون يتفرق. أحمر. أزرق. ما أزرق. بخصوص إنه مو أزرق وهذا مو أزرق. أزرق. عجبتني. يلا تاني خلاص فهمت ركز شوف مين اخر واحد. بسرعه اخضر. مونيك مونيك. يلا نمشي له نمشي له. يلا مو ازرق كحلي. شنو هو الكحلي؟ الكحلي الازرق الغامق. يا بادي يا بادي بني ده. لا انا كنت شان ليش؟ اخر واحده برا سكين عبد الله جون بليز. استنى بقول لك شيء مو تصقعون في راسي والله ترى. لا لا يا جماعه بتسقفوا بالنوع عليه وتسقفوا له بس. اعتراض على الأغنية يلي ألفها مع عبد الله ورنا، فليش ما حب جان الأغنية؟ منكتشف بهالتقرير. يا حبيبي ليش تسوي؟ يا حبيبي أنت مسك معك التلحين الساعة 1:15. يلا عبد الله لو سمحت ما تسيبنيش أنا وحدي. عبد الله هاي عبد الله ما تعصبني. لكن بدك تغلي حوايجك. مالكوا أنتم؟ سبب جلي كل شيء هلا، إيه؟ صحني وملعكتي دي. إيه يلا جنينا تعال نرسم اللحن. طيب مو زيكم آكل وارمي. شاطر عبود. ايش اسوي طيب؟ ما جمعش من يوم استخدمت حاجه بغسلها لانه وجعوش تبغاني ما قلي جلال. انت اللي همك الاغنيه وما ادري ايه. لا ما همني الاغنيه. طيب ممكن انت نتجرس. ما حد يتجرس فينا. ليه يتجرس؟ اذا ما خلصنا اغنيه بركي بكره خي ما 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 وعيت انت خي مفقوس مثل عادتك هاي الجمعه قبل. انت مفقوس 24 ساعه. يعني انا مفقوس بس شوف شواز. شو؟ استغفر الله العظيم. شو؟ سؤال؟ كل واحد بيفهم حكي على ذوقه. مو نفهم حكي مرح انت قصدك انه احنا يعني مره معفنين لا لا مش بالمره مش بالمره وكلامك اللي قاعد تقوله مره بالمره بس كل واحد بيفهم حكي بطريقه فمش هحكي باشي اوكي؟ لا يعني انت لا عن جد والله ما بتفهموني خيي هي مشكلتكم ما بتفهموني انا مش هيك قصدي فرح وقف مش هحكي بقى. قلت لي انك بخفق بالمقامات. قلت لك كم مره نحاول نلحن لحن سهل ما انت راضي تسمع مني عادي. لا لحن صعب كثير. الكلام سهل على اللحن السهل. مو لحنك صعب يا اخي. بس انا بعد ما لحنت بدأت في الغنية انتوا عم تغنوا وانا بعطيكم اكوراد. ما بعملت شيء انا اصلا. اصلا الكلام منه راكب في كثير تكسير وفي كثير حلو الكلام بس في كثير تكسير بدو صبير. في تكسير في الكلام؟ شوية على فكرة. بس انه مرة ما يتلحن خلاص؟ لا يتلحن انا عندي بوصلة لحاجة لما مثلا يتلحن كله عجم مش حلو. ما قلنا كله عجم يا اخي. الكلام
كلام معفن بطريقه الله يكرمك. هو برضه معفن. المشكله هو معفن يا عم، احنا بقى لنا ساعتين قاعدين هنا عمالين نوصل يا عم. هو مش معفن الكلام، الكلام معفن، الكلام مش معفن، طريقته فيه قصص زايده، فيه غلط، طريقته معفنه بس بس الكلام كتير. ولا جون جون كيف تبي تموت انت؟ الكلام مش عارف بس طريقته معفن. في شوربه سخنه، في شوربه سخنه، كل حاجه سلوقه وليها ذكرى حلوه في قلوبنا. اوكي حلو، بس اذا جيت تلحنيها كثير فيها تكسير، فهمت كيف؟ يعني بدنا تكسير عندنا بقى، التكسير في اللي بعده على فكره فيها اعاده تركيب بلا هيدي تكسير في اللي بعده. لا حبيبي ذكرى حلوه، الحلوه كثير مكسرتها، فذكرى في قلوبنا بتزبط. اوكي على فكره يعني شوف، تبغى تلعب معنا، بتبغى تلعب معنا بروح الجماعه ولا لا؟ بدي انا ما بدي هذا اللحن، مش هذا الالحان مش حلوه. طب احنا ما نبغى اللحن، اللحن كمان مره طربي ومين. هلا هيدا طربي وطالع لي فوق، انا طالع فوق حبيبي. حبيبي عم تركب اللحن، ما تاخذ، عم ركب اللحن. طب ركب اللحن بهدوء، خليش معصب. حبيبي انا عم دق وعم عم تعرف شو عم بعمل؟ عم باخذ اكورات وعم حللهم براسي واعمل غنيه. انت قاعد على الكرسي صعبه عندي. اعطيني عجم، اعطيني عجم. كل حاجة كل حاجة وليها ذكرى في قلوبنا. خلاص لا احنا مش بنقول في قلوبنا. شو بتقولوا انتوا؟ حلوة في قلوبنا، قلوبنا وجبنا في قلوبنا. منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي مع صف هشام بولس، والقصة يلي بتتكرر كل مرة بيقرر استاذ يبدو الأغنية بين طالبة والتانية. زينب زعلت كيف هشام أعطى أغنيتها لرنا. صوت مين؟ يا بعطي يا بعطي. شو شباب التلج؟ كيف كيف كانت؟ نحن تشوشونا. كيف كانت هالصورتي؟ لا في ناس كانت تموت. ليه؟ في ناس كانت تموت. اول شيء خبروني شو كانت الرحله وكم نهار رحتوا؟ شو جمعه وسبت؟ جمعه وسبت. جمعه وسبت يومين. عن جد كانت احلى رحله، حبينا بعض اكثر. وين طلعتوا؟ وين رحتوا؟ انا بعت بموت برنا ارز. شفت صور بالارز. وين كمان رحنا؟ الارز رحنا متحف حق جبران خليل. ايه ايه بالارز، بابا كلهم بالارز. انتوا انتوا التي في التي في انتوا نزلتوا على الارزات صح؟ على الغابه. ورحنا الغابه هشام. هشام شو رحت كواد وكانت وراي رنا، نزلت اذا على عيني وكنا هنموت. يا بي شفنا كده شجره في واحد ناحيه اشكال. رودي رودي رحمه، رودي رحمه صح. كنت عايز اديهم هدوم والله. شفتوا ارزه لمارتين؟ كل شيء شفناه. في وحده عمرها 6000 سنه تقريبا، شفنا وكتبنا حاجات حلوه. عمو الخطاط عملنا ده. ايه رايك عمو الخطاط؟ صار اكاديمي اريبيا زينب عبد الله رنا سكينة جامع محمود. الله شو حلوه. والارزه طبعا اكيد شا حبيبي يا لولو. ليه بتبص لي كده؟ شو تقسم علينا بجد؟ خلينا نسمع يلا. نو 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 خلي قسم علينا والله. انا اي دونت هاف بروبلم. جامدين بصراحه، انا ما عنديش مشكله. فوتي عرفنا شوي. انا حاسه مستر هشام انك عارف دل مين ودل مين، فجيب من الاخر بقى قولي لنا دل مين ودل مين. صراحه احساسك ما بعرف قديش بمحله. في واحده بتحبك قوي. طيب صبايا روح احفظه، في احتمال اليوم بس روح حطوا اثنين واحفظوا. اوكي احفظوا مع بعض. عبد الله السديات معك يلا. بعد الايفال بشوف النومينيشن. ما فيش ايفال بعد الايفال. فيش نوميني. ليه؟ شوف شو هالمناخ فوق، شو هالدنيا غير عالم. كيف حالك؟ ما عنديش حاجة معك الاسبوع. فيش حاجة ليه؟ يمكن يجي بس لا صراحه شك انه يمكن لا يعني يمكن هودي هن لانه اوريدي عندكم هون اربع تابلويات وعندكم مع الارتيست عندكم كم غنيه. انا احنا عندنا اثنين وهم اثنين. شو بدكم بعد التابلويات؟ راحت عليك يا زينب. كم غنيه بدك يا زينب؟ كل برايم؟ لا عادي 17 والله بالعكس. اي دونت هاف بروبلم. تضايقت وكملت. اصلا كنت متضايق. اصبري ماما ليه؟ استحي
مستحيل في اغنيه. ليه مستحيل؟ انت البرايم اللي فات ما غنيتيش اغنيه واحده. مش بس عادي وهو كده هو نورمال مو يس هو نورمال مو اكيليبر يعني بيعملوا توازن انه اللي بيغني كثير بيغني واحده بس انا متضايقه عشان بس انا حاسه انه ممكن تجي لك حاجه ثانيه. لا مستحيل بقيش الاحداث. اوكي محمود وزينب مشغولين بتحضير اغنيتهم والمعروف عن الاثنين قد ايه بياخذوا وقت بالتحضير لاغنيتهم بالبرايم فهل رح يقدروا يخلصوا الاغنيه على الوقت؟ ما تيجي نشتغل الاغنيه بتاعتنا احلى. يلا وادي اللي كان بيقول زمان. كتبت الاغنيه؟ كتبت الاغنيه وفضل شاطرين. كتبت اول شاطرين في الكوبليه الثاني فضل شاطرين تاني. بصي طبعا قول لي اول حفظتيه المفروض. لا او عارفاه يعني. جيب الجيتار تعالى. حلمك حلمي. اوكي حلمنا هجيبه لك دلوقتي. حلمك حلم يكون على قد. اديني انا اروح اجيب الجيتار. لسه فاضل بهزار قوي قوي ولا قد بجد. احلم بالدفا جاي وسط البرد. احلم على كيفك. احلم لك حلم يكون على قد لا هزار ولا جد بجد. قوي قوي دي اشيلها؟ لا لا خليها خليها قوي قوي. احلم لك حلم يكون على قد لا هزار قوي قوي ولا جد بجد. احلم بالدفا جاي وسط البرد وبني الشوق ما بقاش في الورد. احلم لك حلم يكون على استنى استنى ايه الجمله دي وبني الشوق ما بقاش في ورد في الورد. اه اوكي. احلم على كيفك كيفك لكن كيفك. احلم على كيف كيفك. اها لكيف كيفك اياك في الحلم تزعل حد. احلم على كيف كيفك واياك في الحلم تزعل حد. احلم على كيف كيفك لكن لكن اياك تزعل حد. احلم باللي انت حلمت معاه وحبيته يقول لك. احلم انك عديت على ونسيت على جرحك. لا دي ما عجبتنيش. يعني ايه احلم انك عديت على القهوة عديت على القهوة يعني القهوة اللي بتتعبك انت عديتها وسبتها خلاص وقسيت على جرحك وقسيت على ونسيت جرحك. قسيت على جرحك يعني جرحك ما خلتوش يغلبك. ونسيت احسن. طب ونسيت ايه؟ اوكي وقسيت على جرحك. انا عايزه يكون في موضوع كونسبت موضوع انك تحلم. قول نصيحه حاجه تفيد الناس رساله يعني غير كل ده. رجع كمل اثنين كوبليك انه مساج رساله. احلم بالدفا جاي وسط البرد وبان الشوق ما بقاش في الورد. احلم على كيف كيفك لكن اياك في الحلم تزعل حد. احلم على كيف كيفك لكن اياك في الحلم تزعل حد. دي مش عايز اظبطها مش عارف. انا هحفظها. انت مالكش دعوه بالحفظ. الحفظ هاي جاي لوحده. ماشي كمان بقول لك خليني الاول اظبط التقسيم اللي هو ايه؟ عشان انا مستحيل احفظ اللحن في دقيقة، ما تنساش انا لسه سامع اللحن دلوقتي. بس بقول لك انه في غلطة عايز تظبطيها. لا انا هظبط كل حاجة، خليني الأول أظبط التقسيم. طب ظبط. وبعدين التقسيم زي ما احنا قلنا كتير منيح. ظبط التقسيم. بص أحلم لك حلمي يكون على قد لا هزار ولا جد بجد. أحلم بالدفا جاي وسط البرد وبإن الشوق ما بقاش في ورد. أحلم لك حلمي يكون على قد. وأنت هتدخل في دي وأنا أعيد آخر مرة. أوكي. تمام؟ يلا نعيد. يلا نتمرن. يلا دلوقتي ظبط لي اللحن. انت ظبطيه انت الفظيعه. احلم لك حلمي يكون على قد خفيف شويه للبنات مش عارف. لا يعني احلم لك حلمي يكون بليز محمود خليني براحتي بليز هم يحكموا علي انا. انت بس احلي اللحن ما تقوليش اعملي ده وانت مش عايز اللحن يوصل زين. هيوصل اللحن. احنا على فكره احنا عاملين ده. انت بتحسني انه دي اغنيتك وانا هغنيها. احنا عاملين كل ده مع بعض. احنا هنساعد بعض. لو احنا حاجه ما عجبتنيش هقول لك يلا نشيلها. انت عامله معايا ماشي اوكي مش مشكله. عامله معايا مش مشكله عادي. انت كاتبه حاجه في الاغنيه يعني عادي. يلا مش دلوقتي هتمرن. هتمرن لوحدك. يلا بينا. فظيع. نرجع لجاي اللي بعده منه راضي عن الاغنيه فهو كان بيتمنى انه تكون الحانه مختلفه فهل رح يقنع المجموعه بانه تغير اللحن؟ ما في شيء رح تسمعوني رحلكم مش حلو لانه بقدر انه هالمجهود اللي عم تعملوه
سمعني شيء حبيته، انه انا حسيت انه حدا خيي مش شغلته وعمل شيء يعني كسر راسه وتعب. سمعنا نشوف روح. كنت مبلشة مش عم صدق كيف مرقوا هالايام. مشوار بلشنا طريق الاحلام. في شيء بيضحك؟ انا عليك اصلا شفت انك تتصون فيزيوال بس كون عم بعمل شيء ما بتهمي مش عم سمعني. لا ليه مش فاهم ضحكت ولا شيء كمل. اه كيف جينا وعم نفتكر وعم نتودع باقي كم اسبوع ومنرجع. ما بعرف يا بعد عم لحن انا ما لحنت بعد. طيب قومي تفضلي لحنة تفضلي. ما بعرفش اللحن ما بعرفش اعزف خالص ما بعرفش اعزف. اوكي فاز انا سكتي ما بعرفش اعمل حاجة فاز انا سكتي. تعال اضرب من الاخر من الاخر سكتي من الاخر بالاخر لا تحكي. مش معقول يا زلمة مش معقول حبيبي ما فيك هيك ما ما حد ما مش عايز يطلع لبرا ما بتعرف. لا مش هي النقطة حبيبي انا قاعدة عندك عشان اطلع لبرا انا قاعدة مع استاذ هشام. تبي تتمسخري احترام لي مش هرد عليك. اوكي برافو. في اوقات في يمكن اوقات كلمه بتقطع بتكون بالغنيه بتبقى كوميك شوي. اوكي يعني مبدئيا الحلو الكل بيتوافق عليه وتعزى في حال قطع شيء ضحك بيجوز بيجوز. انتبه مش مش مفروض مش درود اللي عم بقوله يكون صح. انا من نزار فرانسيس وانا من حمبارك. يا خي شو خص هاي بهاي يا خي ما خص ولا خص بس دخل لا يا جان يا حبيبي انت جرب كثير يضحك انه كانوا حدا احسن من الثاني. يا خي جرب اذا في حال. انت لما امس قلت لي كلامك اللي كتبته معفن انا قلت لك انا البحتري ولا احمد شوقي. اول شيء فاهم مضبوط كيف بحكي انا وبعدين رجعت. لا انا كلامك زي بس انا كبرت عقلي ومشيت عارف. اوكي بس على فكره يا حبيبي كل ما نمزح مع بعض كلنا ما نزق مع بعض. هو الوحيد اللي يتسوج دوبه انت قاعد استاذ انت استاذ وايش قلت له يا استاذ زعل مع نفسك. حرام استاذ صراحه والله استاذ قاعد تعامل ما اكبر عقلي انا قسما بالله. كثير بتتعاملوا معي باحترام وكثير باخلاق. خلص يا عبد الله. اوكي برافو. اوكي نايس نايس. مشاكل الطلاب ما بتخلص وبتستمر لساعات بالأكاديمية. فبوقت جام عصب على الأغنية زينب كمان بعدها زعلانة كيف رنا أخذت أغنيتها. شو كينا؟ شو في زينب والنبي؟ باب شو اللي مرسو؟ تكلي معي إيش؟ دور إن مرسو هشام عايز يديني أغنية واحدة بتحبك طول ما داش فرصة يسمعها في الأغاني. لا رح يرجع اليوم بالليل. قلت لها شو بتكلمي في حاجه مش هي سكينه. الموضوع حاجه قبل اصلا النتيجه كانت هتبقى واحده يا رنا بس الطريقه اهانتني انا فهماني حبيبتي كيف انا مش احتياط انا مش حافظه قلب الليل اسمع منكم انتوا الاثنين وما رضيتش اقسم عشان انت مش حافظه. ليه بتحسبيها غلط؟ بليز رنا انا مش حماره بفهم. فهمتي دماغها؟ انت جاي توسيني؟ لا ما عارف انت خطر تغني اي حاجة. ما عنديش مشكلة بس بليز بليز. زينب 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 فكك من اللي انت فيه ده بيت والله زقعك في اورتك دي. اديكي بالروسية بتحرك دماغك يبقى انا وانت زي بعض. ما فهمت كازين ابوسي تفهمي لك شي كابتن. فهمتي انت فهمتي ولا ما فهمتيش؟ فهمتي الكونسيبت كله ولا لا؟ شوف اقرا الكلمات انا مش احتياط انا ديني اقرا الكلمات. لا انا مش احتياط ديني حتى بس اوكي طلعي عوض
اوكي انا عارفه انه البريوريتي البرايم برايم لازم يطلعوا والحاجات بس انا مش احتياط برضه بيقولوا توبي 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 اقول لك حاجه انا اقسم بالله ان شاء الله يدوني صيني هغني ما عنديش اي مشكله في الاغنيه ولا في الطبقه مش عشان انا شاطره ومش عشان بغني كل حاجه حلوه اغنيه اوكي مش عشان انا شاطره ومش عشان بغني كل حاجه ما عنديش اي مشكله بالعكس استاذي اداني حاجه لازم ابين له اني انا قويه كفايه اني اغني اي حاجه بس الطريقه اللي طرح بها الموضوع كثير مهينه لي فهمه ولا مش فهمه مادام انت عارف ان انا اغني دي ليه تقعد تقرب لي دي ودي حلقتنا الليلة انتهت مشاهدينا ما تنسوا تكتبوا للطلاب عبر فيسبوك وتويتر وهاشتاج الاسبوع ستارز اون فاير انا بلاقيكم بكره بحلقه جديده باي باي هيدا قلبي بكي لا يا قلبي لما بيسوى كتير عليهم بيالماضي اليوم وانسى ترجعون ما تفكر تقول حرام علي تهجر قلبي وتنسى أو أن تقتلني بإيديك لا تهجر قلبي وتنسى صعب علي ألا أسامة روح اتركني للأيام يمكن أنسى إنك جارة وبليلي وعلى